السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ماب عربي، عباره عن اسئله. نغير شوي عن الدثران، لكن هالمقطع بيكون اسئله مع باركور، او هالماب راح يكون اسئله مع باركور. قبل ما يبدا المقطع لا تنسوا زر اللايك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، اغلبكم ما اشترك. طيب لا تنسوا تشوب في اسئله، يعني ما حد يحطه، بس اللي يحطه يرسل لي على الانستغرام او سناب على قدامكم على الشاشه، تعبون عليهم يعني ضبطونا شوي. خلونا نبدا ماب اليوم. ماب اليوم 10 اسئله تقريبا او 10 مراحل اسئله مع باركور. ما ادري شلون نظامها، اتوقع اني اجاوب على السؤال بعدين اروح الباركور او العكس. هنا حاط كود الايتم شوب حقه. خلونا نبدا. ما هو الشيء الكبير ولكنه لا يكبر وله جذور لا يمكن رؤيتها؟ وطن من الاشجار، القلعه، الجبل، الشجره. اذا اوكي وطن من الاشجار، الشجره لا، القلعه والله القلعه يمكن، بس الجبل ما له جذور. وش ذا؟ انا اقول القلعه يا رب. كيف؟ علموني كيف؟ كنت بروح الجبل والله، بس فكرت فيها كيف يعني. اخر شيء بيصير تريك ويكون الشجر. صدقوني اوه صح، كيف جبل ما ادري. اصمم عريني بخيوط ترابيه واجهز على فريسه بعض لاسعه، العنكبوت، العقرب، الثعبان. العنكبوت واضحه. لا ارتاح ابدا ولا اتوقف ابدا، اتحرك بصمت من تل الى تل، ولا امشي او اركض او هرول، وكل شيء ينتعش حيث لا اكون. لا ارتاح ابدا ولا اتوقف ابدا، اتحرك بصمت من تل الى تل، ولا امشي او اركض او كسيت حيث لا اكون، كل شيء ينتعش حيث لا اكون. الرياح. اوه صح علينا. اوكي، في الربيع ينتابني الفرح، وفي الصيف ارتدي ملابس اكثر، وعندما يصبح الجوع بارد انزل الملابس بسرعه، وفي الشتاء اصبح بهاري. وات؟ اوكي اتوقع الخروف. لا والله شكلها شجره. يا اخي الاجوبه ليش قريب من بعض؟ ليه؟ انا توقعت ان لا والله اصبر، انا ليش اخترت خروف؟ شجره. اوكي. ما الشيء الذي يولد كل شهر؟ القمر، الهلال، كل مما سبق. الذي يولد كل شهر، الهلال. اوه صح علينا. اوكي الحين جينا عند الباركور. يا ساتر وش ذا؟ هذا ويش هذا؟ والله من زمان احس. اوكي. هذه ايزي اول مرحله. المرحلة الثانية يا ساتر، والله يا باركور غريب، وش ذا؟ ها؟ كي اوف، شلون ما طحت؟ اوكي. لا يا اخي حرام عليك، هذه شلون يا عيال؟ اوكي اذا ها اصبروا، والله فكرت فيها، اصبر، اتوقع اني اروح فوق هذه. لا! اذا مشكلة والله. اخ طيب، لو رحنا، اوكي لو رحنا فوق. اوه على طول اموت من برا. لو رحنا فوق هذه مربعات السوداء اتوقع انها بتمشي. لا تقول لي نيو جمب. والله ما اتوقع بعد نيو جمب تضبط، بس اوكي يا رب تضبط. يس لا اصلا عوني والله قهر. فهمنا ان كذا ان شاء الله انه صح. اوكي والله خلصنا. اوكي هذه الفوق جدا سهله. اوكي هنا في اخ بعد ايزي. اوكي يا ساتر وش ذا؟ والله اشكال غريبه. اوكي لا يا اوكي ضبطناها بالاخير ايزي. هذه ما تشتغل صح؟ لا والله شكلها تشتغل. اوكي اوه هذه طير لفوق يلبق. لا اوه هواية الثانيه، ليش في هواء كذا ليه؟ اوكي امشي سيده، روح على هذه هوايه اللي فوق، وهذه بعدين اروح. اوه انا ليش ما شفت ذي الفتحه؟ والله ليه؟ كل شيء سويته صح. طيب احنا فهمنا الحين سيده بس 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 سيده. اوكي اللي في صار شوي عشان هذه بعدين. اوكي وزلها. الله يس هو منوع يعني، حاط خمس اسئله بعدين خمس باركور بعدين زي كذا. من هو ها المفروض ما هو. اوكي من هو الحيوان الذي يمتلك اقوى ذاكره؟ الجمل واضحه جدا. ما هو الشيء الذي يجري سريع ولا يمكن ان نوقفه؟ الزمن، الهواء، كل مما سبق. الزمن. اوكي يقول قد تراني في الماء ولكني لا اغرق. الانعكاس. سمك واضحه. من هنا كنت باخذ الانعكاس لكن الانعكاس ما له دخل، لان اصلا السمك حتى ما تراني في الماء ولكن لا اغرق. اوكي ما ادري شلون كذا بس تلكو. ما هو الشيء الذي كل ما اخذت منه. اوكي الحفره كل شيء اذا اخذت منه يكبر زياده او يصير
بس والله خلونا نقرا السؤال مره ثانيه، انا تعديته. اوكي، ما هو الشيء الذي كل ما اخذت منه كبر وزاد؟ اوكي، في حفره. عمتك اخت ابوك خال ابنها من يكون؟ عمتك اخت ابوك خال ابنها من يكون؟ ابوك. واضح والله، ايزي. اوكي، المرحله السادسه الباركور الحين. يا ساتر الباركور، وش ذا؟ اوه امامي. اوكي ساتر، اوه هذه تنقص كذا فوق، ليش تدبل؟ طيب ادخل جوا يعني؟ اوه يا رب، يا والله مره سريع. يا لا 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 لا، هجت الا شوي، الحمد لله تداركني الوضع. اوكي بوز واحده، اوكي هنا بوز ثاني بعد، او ثنتين. لا شكلي سكات في رقم 8. وات يا عيال. اوكي اخيرا. اوه فخ، والله توقعت. اوه يتكسر. لا لا لا، وصلت. يا وات يا عيال، وش ذا؟ عليك تمشي الدنيا. اي سوينا كل شيء صح الا الاخر. لا مشكله، شلون دون الحراس سوي يعني؟ اوه دون الحراس، اي حاط لي طريق. طيب طيب هنا ما في شيء ناخذه. طيب شو نسوي؟ اوكي عدينا هذه، اتوقع كذا. عشرة كذا. طيب عرفنا هنا انه يمدي شيء يعني. طيب اوه باركور، لا 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 بناء صح يعني الاطراف. هذا الباركور صعب شوي. ووو. اوكي يا رب يا رب ما اطيح. بعدين وين اروح؟ اوه ادخل جوا. اوكي حاول نزول القبو وانت فهم الحراس. ها شلون انزل؟ طيب حاول انزل من القبو بدون الحراس ما يشوفون. اوكي لازم ناخذ الكوينز. اوه قول 10000. اوكي وجد المفتاح لفتح الباب. اوكي اسمع حراس ثانيين. طيب وش اسوي الحين؟ ما في اي مفتاح. 2000 years later. انا احس انه هنا، ما ادري ليش والله احس انه في ذي الغرفه، مستحيل يصير برا. هذا الزر وات، والله قايل لكم انه في ذي الغرفه بس ما ينضغط. اوكي خذيناه الحين. يس الحمد لله. اوكي شعل حالق اشتغل. اوكي لازم انحاش انحاش. وين اروح؟ هنا الطريق. اوكي هجت هجت شباب هجت شوي. اوكي لازم اطلع معه. لا ايوه بعدين وات خلصنا الباب بقى 10. طيب الله. اوكي خلصنا الماب، الماب جميل بسيط بس تعلقنا في النهايه صراحه. الزر جدا صعب جدا صعب، ما توقعت انه زر صراحه في البدايه، توقعت انه زي شيء اخذه بعدين قلت لا زر بعدين الحس مخي انا. عموما بس هذا مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع يعجبكم، لا تنسون زر لايك. الماب رهيب بسيط كل شيء، استمتعت الماب للامانه. يعطيكم العافيه على المشاهده واشوفكم على خير. سلام.